هذا إذا الشرط الأول أو الفرض الأول هو النية. الفرض الثاني مسح كل الوجه واليدين. مسح كل الوجه واليدين. أنا بديت يم. طبعا لا تشوفوا الكتاب والمكتبة، تكون تشوفوا الطاولة، تكون تشوفوا أنه هون أمامي تراب. نعم. فأنا الآن أريد أن أتيمم. لابد من ضربة. الآن سأتكلم عن شكل التيمم. ضربة أولى وأنفض التراب بهذا الشكل، لا أزيله وإنما أخففه، لأن الغرض ليس هو أن أعفر وجهي، الغرض هو العبودية. ثم أمسح وجهي كما في حالة الغسل، أمسح وجهي. الضربة الثانية، لاحظوا كيف أصاب لي، شلت منها الخاتم، أزلت الساعة، لا يوجد أي شيء يمكن أن يمنع وصول التراب. الماء يخترق لكن التراب لا يخترق. الضربة الثانية كذلك أنفض. هات لشوف. الآن سأمسح يدي بحيث يستوعب المسح يدي. لاحظوا الأصابع على الأصابع، باطن عفوا ظاهر أصابع اليد اليمنى وضعتها على باطن يدي أصابع يدي اليسرى، ثم وصلت بها إلى المرفق، ثم بباطن الكف الأيسر على الجزء الأنثي من يدي هكذا، ثم كذلك الأمر بالصورة الثانية بهذا الشكل. هو هذا الكلام كلام فقهاء لكي أتأكد من استيعاب يد بالمسح، ثم أخلي الكفين.